جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: توفي والدنا بعد أن أوقف جزءا من ماله، وعند وفاته طلب ثلث ماله ليكون وقفا على صدقات ومنافع للخير، وحينئذ اختلف الورثة كيف نوفق بين الوقف وثلث التركة؟ جزاكم الله خيرا. لا منافاة بين الوقف وبين الثلث. إذا كان الوقف منجزا في الحياة فإنه مضى وخرج من ماله، والثلث إنما يكون في ماله حين الوفاة، في الباقي من ماله حين الوفاة فينفذ أيضا، ما دام أنه في حدود الثلث فأقل ولغير وارث فإنه ينفذ ولا يتعارض مع الوقف.